أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سؤال تكرر في أكثر من ليلة، ويقول فيه صاحبه: بعض الحاضرين في المسجد الآن هذا سائل يقول: بعض الحاضرين في المسجد الآن يقوم بحجز عدة أماكن في هذا المسجد أو غيره، ثم يقوم بحجز عدة أماكن في هذا المسجد أو غيره، ثم لا يأتون إلا متأخرين، فيجلسون في مكان ويجلسون من شاء في الأماكن الأخرى، فما حكم ذلك؟ الحجز في المسجد إذا كان صاحبه موجودا في المسجد ولكنه ذهب ليتوضأ مثلا أو لحاجة سريعة، لا يعني حاجة ملحة، ذهب ليقضيها ويعود عن قريب، فلا بأس، لأنه في حكم الحاضر. أو كان مثلا يجلس في ناحية من المسجد، مثلا يحجز في الصف الأول ويروح على العمود الأخير لأن هذا أكثر سماعا له عند المكبر الصوت مثلا عند السماعة، أو من أجل أنه يأخذ راحته في الجلوس، فلا بأس بهذا لأن هذا حاضر في المسجد، لا بأس بهذا لأنه حاضر في المسجد وانتقل من مكانه لحاجة وهو في المسجد، لا بأس بهذا. أما النوع الثالث وهو الذي يحجز المكان ثم يذهب إلى أشغاله خارج المسجد، يبيع ويشري أو يأكل ويشرب أو يجلس مع الناس ويضحك ويمضي الوقت ويكون أنه معتمد على أنه حاجز مكانه في المسجد مثل ما جاء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وفعله هذا ظلم، ويجب رفع هذا الحجز وتمكين المتقدمين من هذا المكان لأنه ليس له فيه حق. نعم.